الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، ورحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة عاشر الأشواط في هذا المساء، وهو الخاص بفئة البكار الثنايا المهجنات الأصايل، مسافة 8 كيلومترات الحاضرة معنا في هذا المساء، ومع تحديات الكبار على أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة وفي ختامي المرموم 2024. نسير مباشرة مع هذه التحديات وهذه الانطلاقات المميزة مشاهدينا متابعينا الكرام. على المركز الأول وعلى صدارته هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواجد هنالك هامة للسيد محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي، من يقدم لنا انطلاقة هامة. بينما التسلل والانطلاق في هذه اللحظات، وصلت المدينة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، من يقدم لنا المدينة على المركز الأول. ولكن التسلل أيضا من الجانب الأيمن، التحديات مبكرة في مسار هذا الشوط مع البكار الثنايا المهجنات الأصايل، من تسللت في هذه اللحظات مشاهدينا متابعين الكرام جبارة للسيد محمد بن راشد بن محمد الجفالي النعيمي، يقدم لنا انطلاقة جبارة القادمة في دائرة التحدي ودائرة المنافسة على صدارة هذا الشوط. من الجانب الأيمن امطيلة للسيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا امطيلة في هذه اللحظات اللي تحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس الوصول مع العزرة عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري هو القادم على المركز الخامس، والمركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام عالية سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي، من يقدم لنا انطلاقته عالية. والمركز السابع هوايل ناصر بن علي بن طناف الدرعي هو القادم في هذه اللحظات، والمركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام لنتابع هجر هي القادمة، أحمد بن عبيد بن سالم بن حضيبة النعيمي، من يقدم لنا انطلاقة هجر. ولكن من بدأت بالتسلل رجوة للسيد حميد بن هاشل بن عبد الله بن خاطر الشامسي، يتسلل بدوره في هذه اللحظات، ونحن بدورنا نتابع هنالك القدوم على المركز التاسع مع سيوف علي بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي، من يقدم لنا سيوف. والمركز العاشر نختم بها النداء القادمة والمنطلقة نوف صالح بن محمد بن حبتور العامري، من يقدم لنا نوف على مستوى المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، وندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات الكبيرة والمميزة التي تشارك هنا في ختامي المرموم. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى شعارك يا بن حطاب محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي، من يقدم لنا هامة على المركز الأول، هامة على الصدارة على التحديات الأولى، وبمتابعة بن جبران، من يقدم لنا هامة على المركز الأول اللي تحتل الصدارة وتحتل المقدمة، تبحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار. المركز الثاني المدينة قادمة بشعار بن حماد، المدينة بدأت بتحدياتها للسيد محمد بن علي بن حماد الشامسي، من يقدم لنا انطلاقة المدينة بمتابعة الهداف هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، من يقدم لنا انطلاقة المدينة اللي تحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث رجوة للسيد حميد بن هاشل بن عبد الله بن خاطر الشامسي، من يقدم لنا انطلاقة رجوة على المركز الثالث. المركز الرابع اوصلت وتقدمت العزرة عبد الله بن ثعيل بن
حمد الهايري قادم في هذه اللحظات على المركز الرابع، المركز الخامس وصلت أرباح. مرحبا بقدوم أرباح، أول نداء لانطلاقة هذا الاسم وهذا الشعار. حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري من يقدم لنا أرباح في هذه اللحظات وأيضا القادمة والمنطلقة عالية. سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة عالية وأيضا القادمة والمنطلقة نوف. صالح بن محمد بن حبتور العامري من يقدم لنا انطلاقة نوف ولكن الوصول. وصل رع اليمشى من يقدم لنا عون. حمد بن هيام بن سالم العامري من يقدم لنا عون في هذه اللحظات. عون ولون ما شاء الله تبارك الرحمن. أيضا نتابع الأسماء القادمة والأسماء الواصلة. سيوف علي بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي من يقدم لنا سيوف وأيضا القادمة والمنطلقة. مشاهدينا متابعينا الكرام الجساسية محمد بن ناصر بن سعيد العيدة وأول نداء لانطلاقة شعار العيدة. وهنالك أيضا القدوم مع الظبي راشد بن بخيت بن علي بن مقارح من يتقدم. وأتابع هنالك الذيبة قادمة بشعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى من يقدم لنا انطلاقة الذيبة. الزعيم الهلالي العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام وهام هام هام من تسيطر على الصدارة وعلى هرم هذا الشوط. تنطلق بهذا الأداء المميز هام السيد محمد بن ناصر بن محمد بن حطام الكعبي أبناء الشحانية يتقدمون على المركز الأول. المركز الثاني وصلت الظبي راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. وصل بن مقارح بدأ يتسلل شعار بن مقارح على المركز الأول. المركز الثاني أرباح القادمة وهنالك أيضا الوصول معون. حمد بن نهيان بن سالم العامري راعي اليمشى وأرباح بشعارها الاقتصادي الكبير. حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري وأيضا الزعيم الهلالي قادم. موسى بن عبد العزيز الموسى وأبناء المملكة العربية السعودية ينتظرون هذا الناموس المميز بقيادة المضمر محمد بن علي بن سعيد الجحافي من يقدم لنا انطلاقة الذيبة. تسللت الذيبة، انطلقت الذيبة لتستلم القيادة، لتستلم الريادة على المركز الأول. الذيبة 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 بشعارها الهلالي بشعار الزعيم الآسيوي تنطلق الآن على المركز الأول بشعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى أبناء المملكة العربية السعودية وأبناء العاصمة الرياض على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الظبي راشد بن بخيت بن علي بن مقارح أيضا أبناء الشحانية أبناء الدوحة قادمين. وهنالك أيضا الوصول والانطلاق الشعار الاقتصادي يقدم لنا أرباح. أرباح على المركز الأول حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري وأيضا راعي اليمشى من يقدم لنا عون في هذه اللحظات مع انطلاقة عون. حمد بن نهيان بن سالم العامري وهنالك أيضا شعار عبد الله بن ثعلب الهايري بدأ يتقدم الآن، بدأ يعلن عن حضوره ولكن العودة، العودة إلى أبناء المملكة، العودة إلى الصدارة. الذيبة 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 على المركز الأول ولكن حذاري من القادمة عالية. سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي وأهالي نزوة قادمين بهذه التحديات والانطلاقات المميزة. نتابع هنالك ايضا الوصول مع العزرة، العزرة عبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري من يقدم لنا العزرة وابناء الهباب ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة. الذيبة 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 بدأت تقترب مشاهدينا ومتابعينا الكرام وتقدم لنا هذا الاداء الكبير، هذا الاداء المميز. موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى من يقدم لنا الذيبة على المركز الاول بمتابعة
متابعة محمد بن علي بن سعيد الجحافي من يتابع انطلاقة الذيبة على المركز الأول ولكن عالية، حذاري من عالية على المركز الثاني، عالية تنطلق بهذا الأداء الكبير وهذا الأداء العالي. سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا عالية المرافقة لانطلاقة الذيبة. وصلنا إلى الكيلومتر الأخير والخطير، كيلو التحديات يا الموسى 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 على المركز الأول، موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى أبناء المملكة ينتظرون هذا الناموس يا الزعيم الهلالي. يقدم لنا الذيبة 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 الذيبة، عون قادمة بشعار راعي اليمشى. من يقدم لنا انطلاقة عون اللي تحتل المركز الثاني، حمد بن هيام بن سالم العامري ولكن الذيبة الذيبة والعصا في الابطال، الذيبة بدون اي اوامر على المركز الاول. موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى ولكن عون، عون على المركز الثاني، والذيبة الذيبة عون، عون والذيبة، لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ الله على هذه التحديات الكبيرة والخطيرة، ولكن عون، عون وابناء الهير سلامي على هذا الأداء الكبير. راعي اليمشى حمد بن سالم بن نهيان العامري من يقدم لنا عون على المركز الأول، مشكور يا الداهية عبد الله بن هيان العامري على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصول عون إلى خط النهاية، تهانينا والناموس للسيد حمد بن هيان بن سالم العامري المركز الثاني، الذيبة موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى والمركز الثالث. وصلت أرباح حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والمركز الرابع كان الوصول مع العفرة حمد بن محمد بن علي الراشد، والمركز الخامس وصلت عالية سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي تهاني الناموس. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، تهاني الناموس لمالك عون حمد بن نهيان بن سالم العامري على هذا الفوز والانتصار. لحظات الإعادة ولحظات التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، تهاني وناموس لبن نهيان العامري راعي اليمشى على فوز عون بالمركز الأول، من كان لها الحضور المميز في مساء هذا اليوم، قاطعة مسافة 8 كيلو مترات مشاهدينا متابعينا الكرام كما تشاهدون على شاشة قناة دبي ريسنج. التوقيت الزمني 12 دقيقة 25 ثانية، جزء واحد من الثاني تهاني الناموس، التوقيت الأفضل يتسجل في مساء هذا اليوم. المركز الثاني وصلت الذيبة بشعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى 12 دقيقة 26 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان الوصول بشعار حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري بتوقيت زمني 12 دقيقة مشاهدينا متابعينا الكرام 33 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.